بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سلام من جميع الجزائريين والجزائريات اللي عايشين في التعارف والخارج الجزائر والاون الجزائر الثانيين الثانيين اللي عايشين في موت او ذو الغربة. بونجور سالو تو لي زانجيريان الجزائريين كي فيون لاجيري اترونجي، لا شرقية لا غربية. ثقافة جزائرية لا للقانون المالية 2016، لا للقانون لتفقير الشعب الجزائري، لا للقانون لتهجير الشعب الجزائري، لا للقانون ليقتل اجيال واجيال الغد. يعني اليوم راكم تشوفوهم يعني القانون المالية تاعهم، وثانيا نهضر على القانون المالية، وثانيا على الرسالة تاع رب الجزائر، وثالثا على المعارضة، المعارضة اللي في الجزائر. يعني لو كان تبعوا الأحداث الجزائرية القانون المالية، أنا واش ما فهمت حاجة برك، ما فهمتهاش. يقولك الجزائر ما عندناش دراهم والأخر، هايدا قانون مالية دايروه باش يعصروا الشعب الجزائري، يزيدوا الليسونس كما قلتها قبل من هذه، قلتها عندها 8 شهور واقيل ولا 6 شهور، يزيدوا الليسونس، يزيدوا الأخر السكر إلى آخره. وقال لك قانون ما عندناش دراهم، لكن في لورد كورتي بوشارب لازم تتبعوا الاحداث يا خالتي وتشوفوا لا كونتراديكسيون تاع الدوله الجزائريه. يعني مازال هم في الاخر يقول لك الديمقراطيه، يقول لك حنا نديروا سكموا البلاد وطنيين، بانوا الحق. سي بوشارب هذا مينيستر تاع الديفينونس، واش راح الماريكان وشكون دا شي علي حداد وهذاك تاع الافنان ديبيوتي تاع الافنان اللي فوت على القانون الماليه؟ قال ايه، باسكو اللي فوتاو هما الافنان، ويعني لي بارتي الافنان والاراندي. يعني دا الماريكان رجال الاعمال، يقول رجال الاعمال، واللي يسمع هذا يقول الجزائر عندنا ديزوم دافير، صح؟ يعني ما كاش هما ما كان والو، يزوم دافير تاعهم عندهم علاقات مع الحكم، هذا ما كان، هادو هي اللي يزوم دافير في الجزائر. واحد ما عرق عليهم، وحقيقة واحد ما عرق عليهم، ونهضروها كلارينات، باسكو ولادهم كيما وليد خالد نزار شوفوا واش عنده، كيما محمد واسمو هذاك العماري اللي مات جينيرال الاخر عنده طونيك الى اخره. يعني ما ناش نهضروا هكذا برك في الفراغ، ليسونسيال نولي للحديد. يعني بوشارب هذا راح الماريكان قال لك ديسي 2020 ولا ما على باليش ولا 2000 الاخر، لالجيري راح تنفيستي في الماريكان 260 مليار دو دولار. سمعتوني يا خوتي، 260 مليار دو دولار، وقادرين تكتبوا في جوجل 260 لانفيستيسمون دالجيري اون امريك، اكتبوا غير 260 مليار وشوفوا. يعني الجورنال يجيكم بلونجلي وقراوه، اللي يعرف لونجلي يقراه. يعني ما فهمتهاش انا، منا قولك ما عندناش دراهم، ومنا خرجونا 260 مليار دو دولار. يعني هادوك اللي كانوا في 5 سنين ولا 4 سنين يقولك عندنا لا كاش معمره 240 ولا هادوك اللي راحوا ينفيستيو بهم في الماريكان، وهاد الانفيستيسمون ليس لمصلحة الشعب الجزائري، لمصلحة شخصية، لمصالح شخصية، حقيقة لمصالح شخصية. يعني باش تشوفوا لا كونتراديكسيون توتال السياسه في الجزائر. وهادوك اللي صوتوا الافنان سوسون توس دي زون دافير لي زافيريست. وقلت لكم في الجزائر كيف عن ديبوتي باش يكون كارطا ويمدوا له سلاح البيا ولا باش يمشي بها يحجر بها الشعب، كيما هذاك اخبط الخوباته هذاك السمين تاع بن طليبة، ولا شوفوا غير الجهة وين يسكن هو، باسكو لا ميم ريجون كو هذاك الطبان. هذوك الاخر نهضروا الواقع، علاش نديروا تفريقا، نهضروا الواقع، لان كي تلحق لهاد الامور خلاص ما بقاتش، ما بقى والو في البلاد، بقى غير البنيان هذاك، وهذاك البنيان يجي نهار وين يروح جانيت، ما بقى والو كي لحق القانون المالية ولا هايدا. يعني وثانيين على رب الجال اللي كتب لا 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 يلاترو، او سبحان الله العلي العظيم، اشد الناس هجرت خرجت عندهم دي بروف، شوفوا كانابلي، شوفوا يقول لك اليوم هاد الناس ما داروا والو، كيف هذا فهمونا. جي يعني اوكين، يعني
هذه نوضحوها، اوكين اورغانيزاسيون ني يعني ما تكون اي منظمه بلا انفلتراسيون تاع المخابرات، اي بلد في العالم، اي بلد يعني فيها اللوش هادي ويكتب وسيد نقي والاخر ما كان والو. لكن الحكم واش دار؟ هذا هو المشكل تاعنا، المشكل الحقيقي في الجزائر. ماشي نشارع له 5 سنين ولا عام، سيدي شارع له عام، روح ما دار والو عام. لكن تولي لكن الان مي املاك اللي داهم يرجعهم، هذاك هو الصح، لان تلحق له الجيبو خلاص يهدر يكشف. هاد الناس كيف لازم ماشي تنحيه ولا الحبس ولا ما واش الحبس، من الفاميليا تاعو تنعنع بالاملاك الشعب الجزائري. يقول لك باري والاخر، يا ودي خطيونا من هادي تاع الاخر ورب الجزائر هدر، يا ودي ما كان والو، ما هدرش، يقول ما هدرش خير. لان علاش؟ لان راكم تشوفوا دوك حبوا ينوضوها باسم الناتو. لان علاش؟ باسكو على بالهم بلي المحاسبه تجي باش يخربوها في الجزائر. هذه هي عقليتهم، يخربوها باش ما تكونش محاسبه، يوليو للحكم وتوجور لا ميم ايستوار. هذه هي اما للجزائر باسم الناتو ولا الاخر، ما سحقوهاش هذيك الديمقراطيه، سحق الديمقراطية الحقيقية هي أن المواطن الجزائري يكون له الحقوق والواجبات تاوعو. هذه هي الديمقراطية، من هنا تبدأ لو بوان ديبار، من هنا تبدأ يعرف المواطن الجزائري الحقوق والواجبات تاوعو اتجاه الوطن. ماشي غير نروح المانيفيستي نقول راني ضد الحكم، لا. وهذا كيما قلت توجو ندير لهم نداء على بالي بلاهم يسمعوا، نقول بلي هاد الناس حكمتوا لهم هذاك تاع لا بريزيدون 3 سنين، لا ماشي هكذا. 3 سنين يا خويا حكموا له 6 شهور اسيدي. لكن الاملاك اللي داهم باسم لو سيرفيس اللي كان يخدم فيه، يرجعهم قاع. هذه هي الجزائر باش تولي استابل معناتها فينونسيير، يعني ماليين. هما لا يحكموا له 5 سنين لكن الفاميليا يتنعنع. هذه هي. وثالثا على هاد الناس راهي تهضر لويزا حنون بنفليس وجيلاني صوفيا، كاع عم يهضروا دوك، وخليدة تومي يعني عم يهضروا. قال سيدي الجزائر في خاطر، يا وعلى بالنا حنا كي كنتو نتوما في الحكم الجزائر في خاطر، في التسعينات الى يومنا هذا والجزائر في خاطر. هاي شي ده غير في الاخر في الخيط، برك خيط صغير الاخر لو كان يتقطع خلاص. لان اليوم رانا نشوفوا شكون هو حاكم الجزائر حقيقه، لان هاد الناس كيما خالد تومي كي كان رب الجزائر في الحكم، ان جامي كريتيكي لو بوفوار، عمرها ما كريتيكات البوفوار غير كي كان في عهد شادلي، زعما وراوها عرضوها في تلفزيون فرنسا شغل هي الاخرى الديفون لي دروا دو لا فام. واش درتي لي فام؟ واش درتي الثقافه؟ ما درتي والو. جبتينا مغنيه من لبنان 5 ملاير، والفنان الجزائري يموت يموت، ماتوا شحال من فنانين في الجزائر في عهدها ما دارت والو. واليوم تقول لي زعما هذيك تاع الامازيغ، وشوفوا لي ديكلاراسيون تاعها الامازيغ، وخلاص هذيك ماتت. نمشي مع الراجل مهما يكون الاتجاه السياسي تاعو، ومهما يكون يعني لا 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 الاخر الايديولوجي تاعو، الراجل اللي خمم الجيل الغدوه والسياسي المحنك هذه هي.
ومن بينهم كان آلاف وآلاف جزائريين. وسمحوا لي يا خوتي، نقول لكم السلام عليكم، بروش إن شاء الله.